السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بإذن الله هنثبت لاب BWABP، ومش بس هثبته، لأ ده أنا كمان هشرح لك كل حاجة بتحصل جوه اللاب ده، بحيث إن أنت مش بس تكون بتطبق، لأ كمان تكون فاهم أنت بتعمل إيه. مش بس حكاية إن أنت إيه بتقلد الفيديو وخلاص. في البداية هتحمل اللاب بتاع البي دبليو اي بي بي من الرابط اللي هسيبه لك تحت الفيديو، وهتلاقيه بالاسم دوت قدامك على مسار الداونلودز، هتلاقيه بي دبليو اي بي بي ليتست دوت زي اي بي اللي هو ملف الضغط. بعد ما انت تحمله هتقوم انت جاي عامل له اكستراكت، فهتقول له اكستراكت هير. بعد كده هتقوم انت جاي عامل له رينيم. طبعا الكلام ده كله ممكن اعمله من التيرمينال، ولكن يعني خلينا نعمله من الجي او اي عشان لو في ناس لسه جداد في عالم اللينكس ولا حاجه ما يكونوش يعني يكونوا فاهمين هما بيعملوا ايه، ونخليه بي دبليو اي بي بي. طب انا ليه خليته كده بي دبليو اي بي بي بالسمول ليترز؟ خليته بي دبليو اي بي بي بالسمول ليترز عشان لما اجي اكتبه في اليو ار ال فوق في الرابط فوق ما يكونش البي دبليو اي بي بي مثلا واحده سمول واحده كابيتال فالناس تتلخبط، لا خليها كلها سمول احسن. بعد كده هقول له اوبن تيرمينال هير، بحيث اني انا اقدر انقل البي دبليو اي بي بي ده من المكان اللي انا فيه للمكان اللي بيكون السيرفر متواجد فيه، اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه فار دبليو 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 اتش تي ام ال، علشان لما اجي يعني اكسسه. فبالتالي هو انا جاي داخل على البي دبليو اي بي بي ده واقول له ليست، وهنقل كل ده فين؟ في المسار بتاع الفار www.html. طب ليه هنقله كل ده وما نقلش المجلد على طول؟ لان لو انت نقلت المجلد لما هتيجي تكتب في اليو ار ال هتكتب bwapp، طب كويس، وفوقيه كمان ضيف bwapp تانية اللي هو الملفات بقى اللي هي بتاعت اللاب ده. طب وعلى ايه كل ده؟ لا خلينا احسن ان احنا نكتبه خلينا احسن ان احنا نكتبه كاملا يعني. طيب اعمل ايه انا بقى؟ طيب دلوقتي خلينا في الاول نقوم جايين مدين الفايل ده البرميشنز اللي هو محتاجها. البرميشنز اللي هو محتاجها اول حاجة هنقول cd دوت دوت، بعد كده لازم ندي للمجلد ده البرميشن اللي هو 777. طبعا انا هنا شاورت على المجلد ده، ولكن بالمجلد ده انا كنت اقصد اللي هو البي دبليو اي بي بي اللي جواه، بس انا اتلخبطت عشان بس الناس اللي هتستعجب من الكلام ده. طيب نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقوم جايين داخلين عليه بي دبليو اي بي بي، وهنقوم جايين كاتبين سودو ام في ستار فار دبليو 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 اتش تي ام ال. ليه انا كتبت الكلام ده؟ سودو عشان يدينا صلاحيه الروت. طب هو انا عايز صلاحيه الروت في ايه؟ هقول لك، لان الفار بيكون موجود في الفايل سيستم اللي اتكلمنا عنه في كورس اللينكس، فبالتالي ما اقدرش اوصل للفايل سيستم الا لو انا روت، لا اقدر اكتب ولا اعدل ولا اعمل اي حاجه. فبالتالي لازم ان انا اعمل ايه؟ لازم ان انا انقل الكلام ده اللي موجود كله هناك بصلاحيه الروت عشان اقدر عشان الكلام يعرف يتنقل اصلا. طيب والستار دي معناها ايه؟ الستار دي برضو زي ما خدناها في كورس لينكس، دي عباره عن وايلد كارد بتعني كل حاجه، ينقل لي كل حاجه جوه المجلد ده للفار www.html. بمجرد ما اضغط انتر واكتب نوت كده دوت الباسورد بتاعي هعمل ليست، مش هلاقي جوه حاجه. ليه؟ لان كل الكلام ده راح فين؟ راح في الفار www.html. طب تعالى نتاكد، قول له cd var www.html وقول له ليست، فبالتالي هلاقي بالفعل الكلام ده موجود هناك. تاني حاجه لازم اعملها، لازم ادي بالبرميشن الكامل للبي دبليو اي بي بي. احنا لما جينا نتكلم في كورس لينكس اتكلمنا عن حاجات بسيطه جدا 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 على البرميشنز، يكاد يكون ما اتكلمناش عليها كمان، فبالتالي الدرس اللي احنا فيه ده مش محل ان انا اشرح فيه البرميشنز بتاعه اللينكس، فبالتالي همر عليها مره الكرام كده. انا لازم اخلي البي دبليو اي بي بي ده يكون قابل للقراءه، قابل للكتابه، وقابل للتشغيل لجميع اليوزرز. فعشان كده اقول له سودو سي اتش مود اللي هو تشينج مود، واقول له 777، بس طبعا نسيت نقطة اضيف داش ار، طبعا عفوا 777 بي دبليو بي دبليو اي بي بي. طبعا الناس دلوقتي مستغربه لان انا كنت على طول بشرح يعني ايه داش ار ويعني ايه الكلام ده كله، ولكن ده مش محل ان انا اشرح فيه البرميشنز، لان طالما انا يعني شرحت اوبشن معين يعني لازم اشرح كل التبعات بتاعت الاوبشن ده، فخلينا نشرحها في درس البرميشنز يكون افضل. طيب بعد ما عملنا كده في بعض الملفات لازم نغير فيها برميشن معين، اللي هو ايه بقى؟ هتشوف. هنخش على البي دبليو اي بي بي ونقول ليست، هنلاقي ان في ملفات كتير طبعا لونها اتغير. طيب دوت ليه؟
خليني بقى طالما الموضوع كده خليني اشرح لك. لما انا بقول سودو بي دا اي سي سودو سي اتش مود او تشينج مود داش ار، فانا بقول له ان اللي انا هغير له البرميشن بتاعه ده دايركتوري، فبالتالي عايز كمان كل حاجه جوه الدايركتوري دي تكون ليها نفس البرميشن، سواء بقى قابل للكتابه، قابل للقراءه، لكل اليوزر، ليوزر واحد، ليوزرين، الى اخره، كمان هي تكون قابل للقراءه والكتابه والتعديل الى اخره، علشان بالتالي اقدر اكسس كل الملفات اللي جوه دي. لان لو انا ما اقدرش اكسس كل الملفات اللي جوه دي، فبالتالي يبقى انا كده ما استفدتش حاجه لما غيرت بس البرميشن بتاع اللاب، او بمعنى صح يعني الايه المجلد ده. طيب دلوقتي هعمل ايه انا بقى تاني؟ دلوقتي هقول له سودو تشينج مود برضو، بس هقول له هو 755، يعني هخلي اللي هو قابل للقراءه او الكتابه الى اخره الى اخره ده مقتصر فقط على بعض المزايا، كأنه يكون مثلا قابل للقراءه لشخص معين، بس مش غير قابل للقراءه لشخص تاني الى اخره. زي ما قلنا البرميشنز ده حاجه كبيره جدا، وده مش محل شرح ليها. هعمل الكلام ده على ملف، على مجلد اسمه باسورد، عفوا باسورد، ماشي خلينا ناخده من هنا علشان لو كان في اي اخطاء. سوري، ده انا اساسا نسيت ان انا مش جوه المجلد ده، عفوا ده خطأ مني انا. ماشي، بعد ما نخش تاني للبي دبليو اي بي بي ونكتب نفس الامر، هنلاقيه اشتغل من غير اي كلام، من غير اي ما يديك اي خطأ يعني. بعد ما نعمل الباسوردز، علشان طبعا هو ده اللي هيكون موجود فيه الباسوردات الخاصه بالادمن، سواء انت عملت يوزر جديد ما عملتش يوزر جديد، فبالتالي انت محتاج برضو تعمل بيرميشنز معينه للملف ده، لانه برضو من الملفات اللي هيتم التعامل معاها بكثره. من ضمن الملفات دي برضو اللوج، ودوت اللي هيتم اللوجز عفوا، وده اللي هيتم من خلاله ان هو هيكون شغال على طول. ليه؟ لان هو دوت يعتبر الهيستوري بتاعك في اللاب، هو اللي بيسجل كل حاجه. بعد كده عندنا ملف تاني اسمه الايمجز، ودوت اللي هيكون اللي انت هتتعامل معاه على طول، سواء بقى اللوجو اللي انت بتشوفه جوه الموقع، سواء لو اللاب او التشالنج ده اللي انت عامله ده بيتطلب منك مثلا ان انت تعمل حاجه في صوره معينه، تحط بيلود في صوره معينه، فبالتالي برضه محتاج تغير البرميشن بتاعه. اخر حاجه وهو الادمن، وده اللي طبعا هيكون موجود فيه الاعدادات بتاعه اللاب الى اخره من الحاجات دي. اخر حاجه بقى محتاجين نعملها ان احنا نروح على الحته اللي دايما الناس بتيجي عندها بقى، الناس اللي بيشرحوا ويبداوا يعملوا حاجات غريبه، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اعداد اللاب ليتوافق مع داتابيز الاس كيو ال. اول حاجه هفتح الملف بتاع الادمن، ليه؟ لان هو ده الملف اللي انا هقدر منه اتحكم في الاعدادات، وهعمل سودو نانو سيتنج. وهنا بقى هعدل على حاجه. هنا دايما الناس بيفكروا ان الروت اليوزر نيم هنا والباسورد ده، بيفكروا ان دوت اللي هيخشوا بيه على اللاب، مع ان الكلام ده مش صحيح. هو هنا عايز اليوزر نيم والباسورد بتاع قاعده البيانات، فبالتالي علشان اعمل ده لازم اني انا اكون عامل مجهز قاعده البيانات لكده. هجهزها ازاي؟ هقول لك. اول حاجه هتقوم انت جاي مشغل قاعده البيانات سودو سيرفيس ماي اس كيو ال ستارت، وتكتب نوت الباسورد عادي خالص، بس انا هنا كتبت حاجة غلط. بعد ما تكتب الامر ده اللي هو الامر اللي من خلاله هيشغل لك قاعدة البيانات، لان طبعا انت عارف ان الماي اس كيو ال هي سيرفيس متثبته بلت ان على النظام بتاع اللينكس اللي انا بستخدمه او اي توزيع سكيورتي، فبالتالي انا كده شغلتها، والكلام ده انا شرحه في كورس لينكس طبعا. بعد كده بقى نخش على قاعده البيانات، فاقول له سودو ماي اس كيو ال داش يو روت، اليو هنا اختصار لليوزر نيم، وهنا هكتب داش بي، ولكن ده انت مش هتكتبه عندك، الداش بي ده انت مش هتكتبه عندك، وهقول لك ليه. هحط هنا الباسورد بتاعي. انت كل اللي هتكتبه ايه؟ كل اللي انت هتكتبه سودو ماي اس كيو ال داش يو روت، وهتضغط انتر بس، ده كل اللي انت هتعمله. امال انا هنا كتبت داش بي ليه؟ لان انا اساسا قبل كده عامل باسورد للداتابيز بتاعتي. هتقول لي طب هل ده معناه ان انا لازم اعمل داتابيز للباسورد او للداتا، لازم اعمل باسورد للداتابيز؟ هقول لك طب اعمله ازاي؟ هتكتب التر يوزر بعد ما تخش طبعا. طيب التر يوزر يعني انا بقول له ان اليوزر الحالي اللي انا هكتبه لك ده اللي هو ايه؟ اللي هو يوزر روت.
طب يوزر روت ده مثلا السيرفر بتاعه موجود فين؟ هل هو متواجد في جوجل؟ هل هو متواجد فيها ولا موجود عندي على اللوكال هوست؟ هتقول له ات لوكال هوست. طيب الباسورد بتاعه ايه؟ هقول له هنا ايدنتيفايد باي، وهحط له هنا اي باسورد انت عايزه بقى، وليكن مثلا باس 123. طالما قال لك اوكي وما ادالكش اي اخطاء، تقوم انت جاي قايل له اكزيت وكده خلاص. طب اعمل ايه بقى تاني؟ طيب هتقوم انت جاي هنا فن سولو نانو، ماشي، هتقوم انت جاي على الباسورد وتحط الباسورد اللي انت حطيته للداتابيس بتاعك بتاعتك. طب انا دلوقتي هنا حطيت الباسورد ايه؟ باس 123، وتقول له كنترول او بس كده. دلوقتي بقى نعيد تشغيل السيرفيسز بتاعتنا، هنقول له سودو سيرفيس ماي اس كيو ال ريستارت، ونقول له سودو سيرفيس اباتشي 2 ريستارت برضو. طب ليه اباتشي 2 هعمل لها ريستارت؟ علشان الاباتشي 2 هي السيرفر اللي هيستضيف الموقع بتاعي او هيستضيف اللاب بتاعي. في بقى خطأ فادح الناس كلها بترتكب، ان هو بقى بعد ما بيخلص بيقول لك لوكال هوست بي دبليو اي بي بي. طبعا هو هنا مش هيلاقيه لان احنا عندنا بي دبليو اي بي بي كده دوت، احنا هنبقى نغيره عادي مش مشكله. يعني ان هو ايه بقى؟ ان هو بيوديك للوجن على طول، انما دوت مش صحيح. الصحيح ان انت اول حاجه تروح للانستول دوت بي اتش بي، وتقوم انت جاي ضاغط على كلمة كليك هير تو انستول، تضغط على كلمة هير دي كده، فبالتالي قال لك ايه؟ انا بالنسبة لي كنت مسطبها قبل كده، فقال لك انها اوريدي اكزيست، موجودة بالفعل، بينما انت هيقول لك انها داتابيز تم تسطيبها فعليا. فبعد ما انت يقول لك ان الداتابيز تم تسطيبها عندك على الجهاز، هتقوم انت جاي رايح بس كده ماسح اللي كان موجود ده، وهيحولك للوجن على طول. طيب الكريدنشلز ايه مكتوبه قدامك؟ ايه بي بج، هتكتب نوت كده بي، وتنزل تحت تكتب كلمه بج، تقول له اوكي، هتلاقي اللاب فتح معاك. ده كان الدرس بتاع النهارده. لو واجهتك اي مشكله اكتب لي في التعليقات. امل انه يكون الدرس ده عجبكم واستفدتوا منه، والطريقه بجد نفعت معاكم. والسلام عليكم.